تعالي اقولك. هتقول ايه؟ ما انا لازم اقولك. وسكت ليه؟ هسأل سؤال وترد علي وترد علي. بص بقى، انا اللي هسألك السؤال الاول. فاكر يا سمير زمان لما قعدت جنبي وقلت لي يا حبيبتي انا مش هبعد عنك ابدا، هفضل طول عمري جنبك؟ وصمت 3 ايام. فاكر طبعا. لا فاكر لما قلت لي تعال ننزل نجري في الشارع كده بدون هدف من باب الانطلاق يعني. طبعا فاكره. فاكره كمان الناس افتكرونا حراميه وقعدوا يجروا ورانا واحنا مقلعين قدامهم. قول يا سموره، عملت ايه النهارده في العياده؟ النهارده الحقيقه كان عندي حاله، جاتني واحده ست كده اكسلنت مزه يعني امور. سبحان الله، نفس الشفايف. ميرسي يا حبيبي. ونفس المناخير المنقنقة والسمار الطعم ده. ميرسي يا نور عيني. ونفس الكسم والحاجات دي كلها نفسها. بقول لك ايه؟ ونفس الشياكة. الله، كفاية بقى، هبتدي أغير. سي مريضة والعياذ بالله. يا ساتر يا رب. وعندها نفس ال نفس ايه يا سمير؟ الله، ما تخلي اليوم بقى يعدي حلو. عندها نفس المرض الوحش اللي محدش بيحبه ده. يا ساتر يا رب، ربنا يشفيها يا حبيبي. انا صحتي كويسه قوي. بس محدش كبير على المرض، هي محتاجه العمليه بقى. خلاص خلاص يا سمير، خلاص يا حبيبي. الله، كل ده يعني عشان سالتك عملت ايه النهارده في العياده؟ بقول لك ايه؟ هروح افتح الباب بدل ما افتح نافوخك. خد. سبحان الله، عشان تسالني تاني. ايه ده؟ بطاطس؟ ايه في؟ يا ماما منال، ازيك يا منال؟ الحمد لله على السلامة. يعني وحشتك قوي؟ يا ناس ناقصة، يا عمارة فجة، يا جيرة واتشة، يا عمارة معفنة. ايه ده؟ ايه في ايه؟ الله، اخصى عليكي يا رجاء. بقى انا اغيب كده؟ اغيب احقق طموحاتي واحوش دولاراتي؟ دولارات؟ انت كنت في الكويت، ما فيهاش دولارات، فيها دنانانانانات. احسن بكتير، احوش ديناراتي. ارجع الاقي الراجل اتجوز عليا. انت بتروحي فين وبتقطعي كده ليه؟ في ايه؟ الصدمه صعبه يا رجروجه. طب انا عايزه افهمها، كنا هنعمل ايه؟ احنا ما كناش عارفين انت فين، اختفيتي فجاه. الله، اخصى عليكي، ما تبرش فيكوا العشره والعيش والملح ليا يا رجاء. ايه يا ما خبطت عليكي؟ خبطت عليكي وقلت لك الحقي طبيخك بشيت يا رجاء، طبيخك بشيت يا رجاء. يا سلام يا اختي، جميلك فوق راسي. ريقي ناشف، عندك حاجه اشربها؟ عندي يا اختي، اتفضلي. طبخه ولا زي كل يوم؟ يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. سموره يس. بجد اخص عليك. واي اخص عليك، اخص كمان اخص. منى لوتا، منى لوتا، منى منى لوتا. طب نتفاهم. منى لوتا، العمارة دي مجنونة واللي فيها مجانين. أنا مش عارفة إيه هنعمل معاهم. إيه دول؟ هي قالتك إنها كانت في الكويت؟ معرفش، بس النط بتاع الكونغور ده اللي هم عاملينه يبقى كانت في الغابة واصطادتهم بقى. بصي، إحنا نسيبهم يلعبوا زي ما هم عايزين ونخرج مشوارنا. نخرج فين يا حبيبي؟ دي شقتنا يا سمير. الله، دي النيلة، مش عارف ليه بنسى إنها شقتنا. ادخل يا حبيبي يا غادة. لا والله غير. لا لا، معقولة؟ أخصى عليك يا سمور. يلا جايين لكم يا أولاد، يا أولاد الفاصوليا. ايه القمر ده يا حبيبي؟ بجد يا علي، يا شكلي عجبك يعني الفستان حلو؟ الفستان وصاحبة الفستان، انا خايف تتحزني. علي، شكلك كده انت اللي حسدتني، كحب الجزمة اتكسر. معلش، خير خير، اقعدي. معلش معلش. مش ممكن يا علي، الجزمة لسه جديدة. ما شاء الله يا حبيبتي، بسببك بقيت مشهور. قصدك ايه يعني، كصحفي؟ لا، كواحد متجوز عادي يعني. طبعا يا علي، ما وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. اكيد اللي مطلع المثل ده واحدة ست. تقصد ايه؟ لا ما اقصدش، اكيد اللي مطلع المثل ده واحدة ست حلوة زيك. تحرجنيش بقى يا علي، ما هو لو فعلا المثل ده مش حقيقي يبقى انت مش رجل عظيم. ولا انت امرأة اصلا. ايه ده يا علي، انا مش امرأة؟
لا ما اقصدش حبيبتي، انا اقصد اقول يعني مش اي امراه يعني. علي. نعم. انت ما تعرفش انا بحبك قد ايه. لا ما اعرفش، قصدي يعني اكيد انا بحبك اكتر. طيب قول لي علي انت شايفني ازاي؟ يعني شايفني احسن ست في الدنيا؟ لا انا شايفك احسن ست في المطعم. مطعم ايه يا علي؟ انا اقصد في الدنيا. عارف يا علي اكتر يوم فرحت فيه امتى؟ امتى؟ يوم لما خلفنا معي. ثانية واحدة. أيوة يا زفتة، عايزة إيه دلوقتي؟ كانت مو لما يشحطرك. بعدين هاي يا حبيبي كنا بنقول إيه؟ كنا بنكذب. عارف يا علي أكتر حاجة بحبها فيك إيه؟ خفة دمك بجد سكر. أنت عارف كل الناس بيحسدوني عليك، زي ما أكيد في ناس كتيرة برضو بيحسدوك عليا. لا يا حبيبتي. هو ايه ده اللي لا؟ قصدي اللي بيحسدوني عليكي اكتر لدرجة ان حسدهم راشق قوي. راشق؟ حبيبتي ممكن اطلب منك طلب؟ ايوه طبعا يا علي، بس لو فلوس انا مرتبي خلص. لا فلوس ايه، وانا خارج مع واحد صاحبي. حبيبتي انا نفسي تهتمي بيا شوية اكتر من كده، تهتمي بيا كده زي ما بتهتمي بشغلك. اعتبريني كتاب بتقريه، مقال بتكتبيه، أكل بتاكليه، كليني يا ستي أنا مش هزعل. بس كده يا علي؟ ده أنا حقيت لك صوابعي العشرة شمع. لا ما أنا مش هنبسط برضو لما تولعي في روحك يا حبيبتي. في إيه يا علي؟ وأنا كل حاجة بقولها لك مش عاجباك؟ مش كده يا علي؟ أنت على طول كسل نفسي يعني؟ مش كده أنت عايز أعمل إيه؟ يعني عايزني أقتل نفسي وبعدين أسيب جواب وأقول إن أنت اللي قتلتني؟ يعني عايزة كمان وأنت بتموتي تأذيني؟ يا سلام، يعني أنت مش فارق معاك إن أنا أموت، أنت فارق معاك إنك تأذيني بس. يا انجي يا انجي يا حبيبتي. انت على طول كسر نفسي يا ده. يا حبيبتي طب اهدي بس. ايه ما مش معقول كمان، ما من ساعه ما خلفنا وانت ما بقيتيش رومانسيه خالص. انا مش رومانسيه، ده انا كل ابتدى بدلع رومانسيه طول النهار. خلاص انا زباله، انا زباله. ما دخلت وانا برومانسك عليك. حقك عليا، حقك عليا. انا برومانسك طول النهار، انا داخل الحمام. انا مش رومانسيه، انا برومانسك طول النهار كده. ايه ده؟ صوت عياد ده ولا صوت بلبل بيغرد؟ هو العياد ده من الحان مين؟ ده انا مراتي ما كانتش بتعيط، دي كانت بترجع. انا اسف جدا، بس لو ما كنتش وقفت جنبك كده كنت هزعل قوي. ده انا حضرتك انسه مين؟ ساندي. هو في واحده اسمها ساندي تعيط برضو؟ امال الجمالات تعمل ايه؟ ولا سيده ولا انجي؟ دي لازم تولع في روحها. اكيد اللي مزعلك واحده ست، اصل مستحيل راجل يزعلك ابدا، يا الا ما يبقاش راجل. لا انت فاهم غلط خالص، اللي مزعلني ريكس. حيوان حقير زباله، حتى الكلب ما سكيش في حالك. لا ريكس ده البني ادم اللي كنت مرتبطه بيه. حيوان برضو. في حد يزعل الجمال ده؟ وبعدين هو في حد اسمه ريكس اساسا؟ ده حتى ما يصحش يعني. يلا مش مشكله هو راح. وانا جيت انا اسمي علي الطيب، وبيدلعوني يقولوا لي بحبك. لا بجد يا علي انت دمك شربان، سو كيوت يا علي. لما انا كيوت امال القمر ده يبقى ايه؟ قولي لي انت عندك فيسبوك؟ عندي فيسبوك واسمي علي ساندي. وانا علي، علي الطيب. هبعتلك فريند ريكويست. اوكي وانا هقبلك. وانا هتجنن. وانا لازم امشي علي. يلا باي باي باي. انت سعيدة. انا سعيدة. باي باي باي. رايح فين يا علي؟ رايح الحمام. تعمل ايه؟ هعمل مكرونه بالبشاميل. هعمل ايه يعني يا انجي؟ نامي يا ماما، نامي. ماشي.
دي قبلت العيد على طول، وكمان لايكات على كل صوري. ايه الجمال ده؟ طيب انتي فين؟ انا في الكافيه. طب ممكن تكلميني على الرقم ده؟ الله يخرب بيتك، انت كنت مستنياني. ازيك؟ الحمد لله. انتي ايه اللي معادك في الكافيه لغايه دلوقتي؟ عادي، مخنوقه مش عايزه اروح البيت بدري. ويا ترى قاعده لوحدك ولا معاكي حد؟ قاعده لوحدي. طيب تيجي نتقابل؟ اوكي تمام، مفيش مشكله. انت وقت ما انتي عايزه. اوكي. بس خلي بالك، يعني في الوقت ده يا ريت نتكلم على الواتس والفيس بس. نعم، واتس وفيس. انت طلعت جامد قوي. انت لسه شفتي حاجه؟ ده انا هبهرك. مالك قاعد كده ليه؟ انت خلصت حمامه ولا لسه؟ انا لا يعني في ايه علي؟ انت ولا لا ولا يعني طب بص يا علي، على ما تقرر انت ايه بالظبط اللي داخله الحمام. ها كاميليا، ترات ترارارا، ترات ترارارا. انا جيت انا جيت انا جيت يا حسين، ترارارا. احنا في البيت لوحدينا لوحدينا يا حسين، ترارارا. فين المحشي يا كاميليا؟ يا كاميليا فين؟ فين المحشي يا كاميليا؟ انا جعان. استنى بس يا سونا. سنة سنة، الناس الصبح تصحى تقول مونا مو شو تم مش اللي بديش. I love you. في يا حسين تعمل كده ليه؟ أنا مش هاكل ولا حاجة من اللي أنت قلتيها دي يا كمالي. أنا مش هاكل غير محشي. يا أختي يا دي تنقل المحشي اللي واكل دماغك. في يا حسين؟ في محشي الكرنب، ومحشي ورق العنب، ومحشي البتنجان، ومحشي الكوسه، ومحشي الفلفل اللي انا بحبه. حشيتهولك حشيتهولك، وحشيت معاه كيس مخده يمكن تشبع. يا حسين يا حسين، حرام عليك يا حسين. يا حسين انا من ساعه ما اتجوزتك ما بعملش اي حاجه غير ان انا بطبخ يا حسين. وبالرغم من كده كل يوم عمود الاكل بيجي ناقص. يا سلام، ده انا امبارح عامله لك صينيه بطاطس باللحم، وصينيه بطاطس بالفراخ، وصينيه بطاطس بوريه، وصينيه بطاطس محمره. عايز ايه تاني يا حسين؟ نسيتي اهم بطاطس. لا يا ايه؟ صينيه البطاطس اللي بالسيفود اللي انا بحبها. جبت المورال يا حسين. صينيه البطاطس بالسيفود يا حسين. هي صينيه البطاطس بالسيفود سايبه لك نتعشى بيها النهارده بالليل يا حسين. أنا مش هتعشى غير محشي وكرومب كمان. اتعشى محشي وكرومب يا حسين، واحنا نتنفخ يا حسين.
مساء الخير. نو ميرسي، مش عايزة. مش عايزة ايه؟ هو مش حضرتك اللي بتبيع الحاجات؟ ايوه انا اللي ببيع الحاجات كده. خطة التنكر نجحت. ايه ده علي؟ ايوه علي. انت لابس كده ليه؟ يعني عامل نيو لوك. فعلا ولا خايف من مراتك؟ انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ بصراحة خايف منها. أصل أنا صريح. I like it. بقول لك يا علي، ما تحكي لي شوية عن نفسك. أحكي لك عن نفسي؟ الحقيقة أنا حياتي عادية خالص، يعني فيها ملل، ملل كتير. إنجي كانت رومانسية قبل ما نخلف، لكن بعد كده بقينا نائر ونير. يعني زي بالظبط، مفتقد للرومانسية. أنت عارف إني أنا رومانسية قوي يا علي؟ بصراحة يا بخته اللي هيتجوزك. على فكرة أنا ما عنديش مشاكل خالص إني أرتبط براجل متجوز، على الأقل يبقى خبرة شوية. أنا خبرة فظيعة. بجد؟ علي أنت هانسم. هيثم؟ مين هيثم؟ لا. هانسم، هانسم يعني وسيم، يعني جميل. ايه ده، هو مفيش حد خالص قال لك انك انت امور؟ لا انا كانوا بيقولوا لي على وضعك وخلصانه بشياكة. انت عارف انا لو في مكان مراتك هبقى بص في عينيك على دور كده، ببقى عايزه اقول لك انا مراتي بتقول هح برضو بس بطريقه تانية يعني. لا بجد بجد يا علي، انا نفسي بجد ارتبط براجل زيك. انا امي دعيالي باين. My parents bought me and my twin sister a bike because we like to share everything. A twin sister? أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف في يوم أنسى، ولا عايز حبيب بعدك. يا أختي كاميلا، معقولة علي دياب داخل عليا؟ أنت عاملة عشاء حبيبتي؟ نعم؟ لا طبعا يا علي، من امتى بعمل عشاء؟ عندك جوه جبنه ولا عيش في التلاجه؟ جبنه وعيش؟ طيب. انت اتعشيتي؟ في ايه يا علي؟ مالك؟ شكلك ما اتعشيتيش. ادخلي انت ريحي جوه وانا هحضر لك العشاء واجيبه لك لغايه عندك. نعم؟ بقول لك هحضر لك العشاء واجيبه لك لغايه عندك في السرير ونتعشى انا وانتي مع بعض. في ايه علي؟ مالك يا حبيبي؟ انت البتاعة دي كابتة على نفوخك ومسخناك ولا في ايه علي؟ ايه اللي مزعلك حبيبي؟ بالعكس انا مبسوط جدا. مبسوط جدا، ربنا يبسطك كمان وكمان. طيب وانت هتعرف تحضر العشاء؟ طبعا هعرف، ولو ما عرفتش هطلب احلى واغلى اكل في الدنيا واجيبهولك لغايه عندك. نفسك تاكلي ايه يا حبيبتي؟ هتطلب اكل من بره ونفسي اكل ايه؟ مينتو جزر؟ لا انا كده ممكن يغمى عليا. بعد الشر عليكي حبيبتي، ان شاء الله. انا يلا يلا ادخلي الاوضه ريحي كده وانا هجيب لك الاكل لغايه عندك. مش عارفه يا علي، مش قادره اتحرك من الفرحه، حاسه ان انا اتشليت. انت عارفه انا جايه على بالي حاجه. خير يا حبيبي؟ نفسي اشيلك. ها؟ نفسك؟ ده انت ما عملتهاش ليله الدخله يا علي. طب شيلني علي، شيلني شيلني حبيبي، يلا شيلني علي شيلني. في ايه يا علي؟ في ايه؟ اللومباجو. معلش، ما هو الواحد ما بياخدش كل حاجه. معلش، على الاقل انت اخدت من عمرو دياب الايس كاب بتاعته والجاكيت. والجاكيت، صح صح. طب يا علي قوم انت بقى حضر العشاء. حضر العشاء.
اللمباجو اللمباجو. اه يا حبيبي الحمد لله، كان نفسي اتشال بس يلا لقيت قصيره الحمد لله. هيطلب عشا؟ انت من امتى حاسس بالتعب ده؟ يومين يا سمير بس، تعب حلو قوي، تعب ما بيوجعش، تعب يجنن. ريلاكس حبيبي، حاجات عاديه بتحصل لكل شاب طايش زيك. اسمع بقى دقات القلب، قول اه آهن آهن من الأيام. يا ابني ما تجودش، أنا عايز أسمع دقات قلبك، قول آه وبس. أنا قلبي في لهفة وحيرة ونار، أنا قلبي معاك يا حبيبي احتار الليالي. ليالي؟ أنا عندي إيه يا سمير؟ عندك حاجة الحمائي؟ ما ينفعش عمرو دياب؟ عبصت حمودة؟ يمشي برضو. طب يعني أعمل إيه يا سمير؟ انصحني. أنت جيت للراجل الصح. حلو، أعمل إيه بقى؟ معرفش. هو ده الكلام. امشي يا لين. مي اعمل لك معايا سندوتش كده يا يوسف، يعني اهون عليك. طب والله يلا يا ولاد روحوا يا توري لبس المدرسة علشان اغسله. عندك الأوضة روحي خدي، عندك الأوضة روحي خدي. هي دي التربية برضو؟ ماشي يا صالي، قومي يا مي، قومي فزي هاتي انتي اللبس. طب خلاص يا يوسف، لما اشوفك بقى تبقى تصالحني. مين مين؟ استني بقى، انتي هنا مين؟ يوسف ده، هاتي هاتي. الو، ايوه يوسف، انت يوسف؟ قصدي يوسف مين، وتعرفها من امتى، وهتصالحها ازاي؟ قومي يا اختي، قومي يا بتاعت يوسف، هاتي اللبس قومي. ها ايه يا ماما؟ يا ماما التليفون، ما بتعملي ايه؟ بتكلمي مين؟ بكلم مين؟ ده يوسف. يوسف يا راجل، يوسف يا شهم يا ابو الرجال، بكره هيغنوا لك يا اخو البلح المقمعه. ها وبعدين يعني ايه هتصالحها؟ هتصالحها ازاي؟ شمي شمي ما هو البيرفيوم دي، شمي. ايه ده؟ هاتي بقى موبايل، هاتي. لا لا سن. ماشي يا يوسف، انا راجعه لك يا حبيبي. ها مش هسيبك. خلاص خلاص بقى، خلاص. القدر انقذك من ايدي. خلاص. ايه ده؟ السويت شيرت دي علي جابها امتى؟ جابها امتى؟ جوزك بقاله اسبوعين بيجيب في تيشيرتات جديده، ولا انت واخده بالك؟ ده بقى روش قوي. روش قوي؟ وبعدين من امتى بيجيب لبس جديد من غير ما ياخد رايي؟ طبعا انت مش فاضيه. اه صح، انا مش فاضيه، بس مش عارفه، هو ابوك معفن ما بيصرفش على اللبس، وبعدين ده مش ذوقه خالص. انت جايه على اللبس؟ ده بقى بيلبس حظاظات وسلاسل زي، بصي. حظاظات؟ هي حصلت حظاظات؟ لا كده كتير، كده كتير، كده كتير. ايه ايه في ايه في ايه في ايه يا ماما؟ يا ماما خضتيني. إيه انت هتموتيني ولا ايه؟ انا اصلي قلت لسمير ده حاجي اقعد معاكي نص ساعه بس وارجع، لو اتاخرت اكتر من كده كان ممكن يبلغ البوليس. بوليس ايه بس؟ ايه يا جوجو جو الافلام اللي انت عايشه فيه ده؟ بتتفرجي على افلام هندي كتير؟ بصراحه انا جايه عايزه منك نصيحه، وخايفه الولاد يسمعوني. ولاد ايه اللي هيسمعوني؟ عايزه افهم بقى، ولادك في شقتك وانت دلوقتي في شقتي انا، هيسمعوك ازاي؟ صح صح. ايه النصيحه دي بقى اللي انت عايزاها؟ بصراحه يا جوجو اصل انت يعني اقرب واحده ليا، وبعدين انت الكبيره بتاعتنا. انت الكبيره بتاعتنا، خلاص عرفنا ان انا الكبيره بتاعتكم، ايه القرف ده؟ اتفضلي قولي عايزه ايه. بصراحه انا شاكه في علي. اشمعنى يعني؟ اصله بقاله يومين نظيف. وكان معفن قبل كده؟ لا مش قصدي، يعني بقاله يومين كده مهتم بنفسه وبمظهره زياده عن اللزوم. وبعدين بصراحه يعني انا عايزه اعرف اذا كان بيعرف ستات عليا ولا لا. بصي يا حبيبتي افهمك بقى. سمير حبني يوم السبت، خطبني يوم الحد،
اتجوزني يوم الاثنين، يوم الخميس بقى يا روحي حذري فذري عمل ايه؟ ايه؟ خني. يوم الخميس على طول؟ ايوه امال ايه؟ يا حبيبتي يا بنتي، طب ويوم الجمعة؟ الغريبة بقى، راح الجامع صلى واستغفر. خلاص بقى يا جوجو قلبك ابيض طالما استغفر، مسامح كريم. طيب انتي عرفتي ازاي ان هو بيخونك؟ في درجة ايه؟ طلع شمام؟ لا شمام ايه وبطيخ ايه بس؟ ايه؟ لا انا شميت ريحة برفان حريمي على جاكيتته. يا قروبة انتي اللي طلعتي شمامة يا مجرمة. طيب بقول لك ايه رجاء، وفي حاجة غريبة يعني، رجاء الكبيرة هي رجاء الصغيرة ما شاء الله، يعني ايه بتاكلي ايه يا قروبة؟ ها خلاص يا حبيبتي روحي لعيالك، النص ساعة خلصت، يلا باي 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 باي. بجد ما بتكبريش يا رجاء؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب، معقولة يا ساتر؟ من شر حاسد إذا حسد، أعوذ بالله، كانوا زمان بيحسدونا بظهرنا دلوقتي قدامنا. يما 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 الله أكبر.